إذا ماما صحت فيك التيك توك هلا ما بيكون اسمي مين أنا. شو يلا مين اللي مسح تاني احكامك ولا هو الحكم إيش ما بقول لك، صوت حيوان بتقلد مثله. الحكم الثاني؟ الحكم التاني بتحط إصبعتك من هون لهون بأنفك وبعدين بتطلعها بتمك. الحكم الثالث الحكم التالت راس بتواليت، راسك بتواليت، ما بت... انت مكانك تواليت، انسان وسخ انت بدي احط راسك تحت البوصله. نسيم دخيل قلبك. انا والله كفو، انسان كان ضدي. يلا هذه احكام الحيوانات وليك، يلا لانه كلب الحيوانات احسن مني. كلب عو عو كلب عو عو كلب عو عو حمار ها ها حمار ها ها حمار خراي عليكي وعلى حمار. خريتيه كم مرة الواحد بنفس حمار؟ حمار حكم لأنه أنت مرفوض، حمارة حكم مرفوض، حكم مرفوض، حكم مرفوض، حمار. تمام. كم مرة الواحد شو ينفس؟ هاد عم تولد يا زلمة، شو هاد خراي بيقول شو الحمار بيعمل؟ أنت مين يا حمارة؟ يلا حمار نفس. بدك تزلني مو؟ قلت هلا هيك ما تشوف كفو لك نفسي. تمام. بغل والله البغل ما بعرفه، ما مهرن عليه. جحش يا حمارة ليش الجحش مو نفس الحمار يا جحشة؟ أنا بدي جحش. شلون الجحش يا شباب؟ والله العظيم ما بعرف. كبسوا على الشاشة يا جماعة، كبسوا الكل يكبس. هيك مو هيك؟ خاروف خاروف ماء خاروف ماء أفعى جرو. عو عو لا جرو عو عو يا جحش. شو الجرو ليش؟ هدي، ليش معصب هدي؟ خلاص ما قلت لك شي غلط، كل حرام سدي تمك. ها ما قلت لك شي غلط أنا. ما بقى نفس، خلص خلص حكمك يلا. خلص تمام جحش سعدان. بدنا يا خاطف للعيد تأمروا. هلا هلا راح ابعث لكم مجد. اسمعي اسمعي شباب شاهدين على هالاحكام، اقسم بالله العظيم راح اعطيه ابشع منهم، والله العظيم راح اعطيه ابشع من هالاحكام يا شباب. راسو ما تخوف كلبي، مع انه انت كلبي عينك قلبي كبس شعري يا جماعه. مو انت اللي بلشت، انت اللي راح تتحمل، انا ما حكيت شي غلط. انا بلشت وما بنسحب.